السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حنايا في واحد المحل هنايا كما كتشوفوا ديال اللباس التقليدي الاصيل. السلام عليكم مشاهدين، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حنايا دايرين واحد اللباس تقليدي لروسنا ان شاء الله يا تداركو، ونفرحوا البنيتات على النجاح اللي نتمنى. الله يجعل ربي يجيب لهم الشتانه. غنبارطاجيو معكم اللي غنلبسو كاملين وغادي نلبسو حتى حنايا، وتابعوا معنا. احنا دابا غادي نلبسو ان شاء الله، وها انتم معنا، خليكم معنا ما تمشيو فين. كما تشوفوا المشاهدين، اليوم غادي ندير لكم واحد الحاجه اللي هي تمازيغيه، وغادي تلبس حياه اختي حياه، وتلبس اختي فاطمه الزهراء، وغاتلبس بيسان بالحكم اسلام خليناها لتحت، كانت بغات تعوم خليناها لتحت. وحنا نديرو تابعوا معنا لبسه تمازيغ، والتحيه لمازيغ الماني كلان. تحيه لمازيغ الماني دلان. وهانكوني دغي تبع زينك، لكن خلاص تخشى الحش نايوية هذا خاص بنيت ان شاء الله، الهام عاون خاص مازال خمسين شتوها الكريديون. لا بغات تبان شحال هادو الكواليس، الكواليس شوف عينيك شوف. تابعوا معنا بالحكم، ما غاديش نقدروا نصوروا الناس اللي لا تكمل معايا ان شاء الله، ونتابعوا يلا. كيف تشوفوا كواريت، الكواريت يلا الكواريت. كما تتشوفوا هادي سميتها ديك الشكوى، يلا واش عرفتي تمخضي؟ عرفتي تمخضي شويه البل؟ لا فاش كنت كنمشي للعروبيه راه كنا كنت كنشد الله يرحمها، كانت كتعطيها لنا، كانت كتعطيها لنا جده الله يرحمها ويوسع عليها. الناس كيديروا في التقاليد ديالهم كيديروا شنو سميتو؟ كيديروا العرعار. العرعار ما عرفتش علاش كيديروا هاد القضيه ديال العرعار. المهم كتعطيش على الشكوى. اه شتي واش كتشربي البن كيكون فيه داك لوكو تاع العرعار. صافي الحق زوين هادشي بلاد سي، هادشي زوين والله. ها ويلي ما عرفتيش تمخضي. ها 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 وي والو فطيس الكواليس، الكواليس الكواليس ماشي الكواليس، الكواليس فاطمة الزهراء تقولي ما ولدوهاش شنو. يلا ها حياة، يلا حياة اشنو حياة، يلا يلا ازدخار 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 كتسيري عاد عاد. يلا بعدا ديري تشوفوا واش عرفتي. يلا ثقيله يا خيتي، اجي لهنا نوريك ثقيله. اجي شفتي يلا عيني نوريك. شوف حتى بيسان راه جا هادشي غريب، راه كاسه كتبقش. بسم الله ارزق يا رحمن ما تولى الله يرسل رسول الله. رسول الله
ربي عنبي هكا راه تقيله حيت ماشي ديالتها هذيك ماشي ديالتها ها ودابا انت حاطين لك الديكور ما حطيتيش كما تتشوفوا الحقيقه هادشي زوين و تيبقاو يهللوا و تيقولوا ديك تهللت حافظه شي حاجه من ديك تهللت والو انا نحس فيا هيا 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 تلقاتها القناه تبعت هكا حتى هي الناس ديما سخرتك ناقصه الله يحفظ بنتي بنتي هادو ها سميتو سميتو القرشال زعما كان يسين خا القرش واد اسم النساء قرشات واد أسطى أسطى سميتو الحرفة ديالهم وهذا اللي تيصاوبو فاش درنا المنسج هادشي هو بهادشي اللي هو تقليدي هادو دوك الروايح فاش كيديروا السكر واتاي وهذا فاش كيدخل الضيف العزيز كيحطوا ليه الريعه وكيحطوا ليه الصينيه وكيعمر اتاي براسو كيعمر اتاي راسو خصو الضيف هو اللي يعمر اتاي راسو هكا وديك الساعه زعما راكي كبرتي بالضيف حيت تعطيه هو اللي يعمر اتاي ويدي راكي كبرتي بالضيف وتتعطي هاد الفراش مشى داك الشيء ديال سميتو ديال إمازيغ مشى والله إلا لا إله إلا الله يا ريت كون بقى داك الشيء ديال أمازيغ يا ريت كون جلسنا بحال شحال هادي يا ريت كون بقاو الناس بنية كون بقى المعدن بحال شحال هادي دوك الناس ديال النية والشلوح بنية دابا محال تحية للشلوح كامل ولكن الناس الكبار اللي ماتوا هذاك الله يرحمهم ويوسع عليهم محال واش غادي يكون بحال داكشي اللي كان الناس ديال الكبار هادشي دابا ديال هاد الصغر هذا كانت النية وكانت كيتحنوا بعضياتهم ودابا كل داتو شغلو كل يا راسي يا راسي كل كيتجرى على راسو والله يجعل ربي كل واحد شو الكسكات شوفو حقا يشوفوا الحاجه بقاو نرضوا مازال نبقاو نشوفوا الوالدين اشنو كانوا تيديروا شحال هادي نرجعوا للحاجه ديالنا د الوالدين ما نبقاوش غير في الهاويه وغاديين في الهاويه قالتكم بيسال الزمان انتم رجعوا الزمان بيسال ديالي بغات الزمان رجع الزمان بيسال عجبتك بيسال هاد اللبسه نشريو بحالها عندها في البيض عندها في البيض غادي نشري البيسان ديالي ان شاء الله يا ربي غنشريو حيت كتكون شي مناسبه ضروري خصها تلبسيه تقليدي وتابعوا معنا خليكم معنا ما تمشيو فين من قلب عيون ام الربيع الاطلس العميق كما كتشوفوا راه حنايا بالزي التقليدي الزي الامازيغي البير 100% واختي حنا نشوفوا اللبسه الدايره تلبست تحيه لكل مغربي ان شاء الله وكل مسلم تحيه ليهم كاملين والتحيه وتنقدم تقدم التحية للناس كاملين تنقول لهم التحية لكم بزاف وشعارنا الله الوطن الملك الحق النجمة ديال الراية ديالنا تشوفوا عندنا شعارنا الله الوطن الملك عندنا هو الملك ديالنا الراية ربي الراية ديالنا الله يجعل ربي يوقف معاه ويشافيه ان شاء الله يا ربي ويخليه لنا تاج روسنا والله يجعل ربي ينصروا الله يعطيه النصر ان شاء الله يا ربي الله ينصروا على الناس اللي هما علينا وعلى كل واحد
ويحكمنا والله يخليه لنا والله يجعل ربي يطول عمره ان شاء الله يا سيدي ربي ويوقف معاه. عاش الملك عاش الملك راك في القلب وما عمرك تحيد من قلبنا حتى نموتو. كما تشوفوا يا اسلام تبارك الله تبارك الله كي جات والله يحجبها ان شاء الله الله يجعل ربي يحجبها ان شاء الله ويوقف معاها ان شاء الله. هادشي كيفاش خالدين والله الا زوين. وفاش كانت فاش كانت تعوم وهذاك راه ما بغيناش نخسروا لها العومه ولكن فاش جبناها باش غنديرو قلت لهم ما غاديش نخليو اسلام ضروري حتى هي كيما درنا حتى نديرو لها وحنايا تابعوا معنا يا ربي وقفعوا سريعتي دابا داك اتاي برزتو فاش كدير الوالده ديالي المنسج راه كتعاونها بصح اسلام عقلتي يا اسلام ها شنو قلتي حنان شنو شنو كيديروا بهذيك ها شنو كيديروا بها الزرع كيطحنوا اي حاجه صلبه صافي دوزاتكم اسلام لجميع المراحل وخليو لهم كومونتير هاد زوينين راه كيقراو لي كومونتير كامل وتنعطيكم واحد التربيه اللي هي زوينه عاونوا هاد البنيتات وعطيوهم الجهد وزيدوا لهم الطاقه باش يزيدوا هاد البنيتات عطيوهم الكلمات المشاهدين ديالهم هي اللي تقرا لي الكومونتير فاش تبغي تفطر زهره تقرا لي الكومونتير راه هي اللي تقرا لي
وتنشكر هاد مولات هاد المحل هذا تنشكرها بزاف وتنتمنى ان شاء الله كاع الناس اللي باغيين يلبسوا اللباس التقليدي يجيو للمربيع ويجيو عند هاد المراره كاينه ها هو المحل ديالها هو اللي كاين في الدخله هو هنايا ها هو فين كاين هاد الحوايج كتكريو في العراسات ولا شي حاجه ولا اللي بغى دابا يكري ولا شي حاجه ولا يعيط لك في التليفون يقول لك وجدي ليا عطيهم النمره الى حفظها مليها دابا جبتيها دابا وعطيها لنا نعطوها لهم وغادي نحط النمره ديالها في اول كومونتير غنحط النمره ديال السيده نتمنى ان شاء الله تعيطوا ليها وتعاونوا معها ان شاء الله وتزيدوا تشجعوها تعاونوها في واحد سميتو في الطاقه ديالها وتجيو عندها وتوقفوا لحقاش هاد التقليد هاد الشيء التقليدي زوين وما يخلينا والثمن اللي دايره راه الثمن رمزي زعما مناسب ماشي شي حاجه التقليدي واحد الثمن اللي هو مناسب شكرا لك بزاف شكرا لك بزاف الله يبارك فيك ويوفق معاك ويسهل عليك وكنتمنى لكم ان شاء الله الخير حياه راها هربات صافي حياه ما مسوقاش قالت عيال وقولوا لنا عطاكم كي جات الاسلام وكي جات الانسان وكي جاكم الفيديو ديال اليوم وكي جاكم الفيديو ديال اليوم وشجعوها ان شاء الله وديروا لنا ان شاء الله وحياتها شنو والله القسم غدا تنهزو بعدا واحد العشق ونزيد من هنايا في هاد المحل هذا وغادي تعاونو انا وحياة واحد ديديكاس كبيرة للناس ديال الصحراء في خاطرهم في هاد الديسك هذا الصحراوة كيما كانوا صحاب كلمين صحاب تين جداد كلمي ما تين جداد نقدمو لهم الصحراوة تحية وراكم هي وراكم طوب طوب عارف كان لا داخل خالف